أهلا بكم مشاهدينا في نشرة إخبارية جديدة نقدمها لكم من المصري اليوم، ونستهلها بالعناوين. ارتفاع لم يحدث منذ 14 عاما، أسعار القمح تصل لمستويات قياسية بسبب حرب روسيا وأوكرانيا. مصر قررت إرسال طائرتين يوميا لإعادة القادمين من أوكرانيا. مفاجآت في تحقيقات انتحار نهلة فتاة فيسبوك في الأسكندرية. الأهلي يخوض مباراة مع المريخ السوداني بدوري أبطال إفريقيا. وبدرية طلبة تواصل هجومها على طليق من عرفة. وإلى التفاصيل. وصلت أسعار القمح الارتفاع هذا الأسبوع إلى أعلى مستوى لها، والذي لم يحدث منذ 14 عاما، وسط مخاوف من تداعيات استمرار الصراع المتصاعد بين روسيا وأوكرانيا على أسعار المواد الغذائية، وسط موجة التضخم العالمية. وقفزت أسعار القمح بنسبة 37%، فيما ارتفعت أسعار الذرة بنسبة 21% حتى الآن في عام 2022، بعد ارتفاعها بأكثر من 20% طوال عام 2021 بالكامل، حيث واصلت أسعار العقود الآجلة للقمح في شيكاغو ارتفاعها إلى 11.43 مليار لكل شوال، عند أعلى مستوى لها منذ عام 2008، حيث من المحتمل أن يؤدي القتال بين روسيا وأوكرانيا إلى تعطيل الإمدادات الغذائية العالمية. وتمثل روسيا وأوكرانيا نحو 30% من صادرات القمح العالمية، والبلدين هما موردان مهمان بشكل خاص للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا. لكن الصراع المستمر أثار مخاوف من النقص العالمي وارتفاع أسعار المواد الغذائية. أفادت سفارة مصر ببودابست بأنه في إطار الجهود المبذولة من الدولة المصرية لإعادة المواطنين المصريين القادمين من أوكرانيا إلى مصر، قررت السلطات المصرية إرسال طائرتين يومياً اعتباراً من اليوم السبت الموافق 5 إلى يوم الجمعة الموافق 11 مارس 2022، وذلك لإعادة المواطنين المصريين القادمين من أوكرانيا إلى مصر. وناشدت السفارة بالمجر في هذا الإطار عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقالت: المواطنين المصريين القادمين من أوكرانيا الراغبين في العودة إلى مصر على تلك الرحلات، سرعة القيام بتسجيل طلب السفر إلى مصر عن طريق التواصل على أرقام السفارة. وذكرت السفارة أنه يمكن للمواطن المصري المتزوج من غير مصرية اصطحاب زوجته شريطة موافاة سفارة مصر في بودابست بما يثبت ذلك الزواج، وكذلك تقديم ما يثبت عقد الزواج بالمطار يوم السفر، فضلا عن ضرورة حمل الزوجة غير المصرية لجواز سفر. تواصل نيابة الرمل بإشراف المستشار محمود عوف المحامي العام لنيابات المنتزه بالأسكندرية تحقيقاتها في وفاة نهلة فتاة الفيسبوك التي أقدمت على الانتحار فجر الجمعة بعد أن تركت رسالة تودع بها زملائها على مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت لأصدقائها: أرجوكم مسامحتي، وتطلب منهم الدعاء لها. وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق. وتبين من مناظرة النيابة لجثة المتوفية أنها ترتدي كامل ملابسها وإصابتها بكسور بمقدمة الرأس. وتم نقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكة تحت تصرف النيابة العامة. وفجرت صديقة المتوفية مفاجأة في التحقيقات، حيث كشفت أن نهلة أرسلت إليها عدة مقاطع صوتية أكدت فيها عدم رغبتها في الحياة، وأوصت بإعطاء جهازها ومتعلقاتها إلى شقيقتها وباقي الأشياء إلى دار الأيتام. يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي في التاسعة من مساء اليوم السبت
باستاد الأهلي والسلام، مباراة هامة عندما يلتقي مع المريخ السوداني في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. ويدخل الأهلي مباراة الليلة رافعا شعار لا بديل عن الفوز من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل لدور الثمانية في البطولة التي يحمل فيها المارد الأحمر لقبها في آخر نسختين وعشر مرات في تاريخه. ويأمل الأهلي في حصد نقاط المباراة الثلاثة بعد التعادل سلبيا في مباراة الهلال بالسودان بالجولة الثانية والخسارة المفاجئة من سان داونز بهدف نظيف في الجولة الثالثة باستاد القاهرة السبت الماضي. علقت الفنانة بدرية طلبة على أزمتها الأخيرة مع محمود المهدي زوج الفنانة منى عرفة بعد انفصاله عن زوجته وهجومه على أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، مطالبة النقابة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بمقاضاة أي شخص يتطاول على الوسط الفني. وقالت بدرية خلال لقائها بأحد البرامج: لا أريد أن أذكر اسمه لأننا أعطيناه أكثر من حقه، ولكن أنا لن أترك حقي، موجهة حديثها له: أنت وقعت مع واحدة بتتفنن إنها تاخذ حقها. وبشأن عزمه على مقاضاة أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بعد وصفه له بالنكرة، قالت بدرية طلبة: تقاضي أي نكرة إلا أدبه على أي فنان، ده حقنا عند نقابتنا، كفاية بقى تلطيش وقلة أدب، مش هنفضل على نظام الحسنة تخص والسيئة تعم، احنا عندنا عيلة وأولاد وأحفاد، مش كل شوية يطلع مريض شهرة يبقى عايز يتشهر ويقل أدبه. وإلى هنا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرتنا الإخبارية، شكرا لطيب المتابعة، كنت معكم أنا رانيا رمضان من صالة تحرير المصري اليوم.